يا شبح جاهز باللحم؟ طب سمع ماشي في طريق بطار والاسم سبوبة دنيا وطريقها شمال مع سكة معوجة برسم في خط ومال راح بيا على اوضة واقف عليها سكان ايامي معدودة بحر ومالوش مرسى محطوط فيه وانا عايم مستني يوم اطلع طلع زمن خاين بشرب انا في كانشة في الدنيا ده انا مهموم هدفي ان انسى عمال بشد سموم اسمع بقى الحادثة كبر الضلع مهزوم مرمي في مستشفى مجروح حاسس بيك نوم صاحب الجدع موجود فكر فانا شايلني والنبل مش مبسوط نفسه يدمرني عايشين في وسط وسود كيف حتت بني جبل الحرم مهدود بيعمروا الجني جوه الحديد مظلوم من متمت نايم اصل السجون بيدوم دم الحاكم ظالم بنموت يا بني ادمين الدنيا رايحه لفين اوصف لكم حالتين تحت التراب عايشين عندي صاحب محبوب كان يسطى اسمه امين وسط الرجوله مرسوم خدني وشافني كمين كنا اعز اصحاب كنا زمان اتنين طلع صاحب قلاب تجبن لابس وشين شرب الحشيش بالكون بندافي الف طريق صاحبي بلع افيون ومشافش اني صديق رفع السلاح مجنون قال لي انت يا اسطى منين قلت السلاح مسنون بطل هزار يا امين دوشه وعين والصوت اتلموا علينا خاينين صاحبي طلع كبروت ومصدي احلى كمين شبع الخصوص ده خطير توزيعه هد كبان بيصوفي الكلمات احسن وحيد استاذ